معركة باخموت الأكثر دموية والأطول في الحرب الأوكرانية فجرت خلافا في أوساط القيادة بكييف وفق تقارير ألمانية. وفي التفاصيل، نقلت صحيفة بيلد الألمانية المعروفة بقربها من دوائر صنع القرار في كييف عن مصادر لم تسمها أن خلافا اندلع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأهم جنرالاته وهو فالوري زالوجني حول معركة باخموت بالذات. والخلاف بين الرجلين اعتبرته الصحيفة ربما يكون طموحا سياسيا لزالوجني على أن يكون مرشحا جديا لرئاسة البلاد. زالوجني لم يكشف أبدا عن نيته القفز للأمام في هرم السلطة بأوكرانيا، لكن يبدو أن زيلينسكي والبيئة المحيطة به يرونه منافسا محتملا وفق طبعا الصحيفة الألمانية. أما الأوساط العسكرية الأوكرانية فاعتبرت أن القائد العام للقوات المسلحة يعمل فقط من أجل النصر على القوات الروسية ويحاول حماية جنوده بأفضل طريقة ممكنة، وهذا هو الذي أدى للمناقشات مع القيادة السياسية حول باخموت.